في تاريخ المغرب المعاصر هناك لعبة تتكرر لا يمل رجالات المخزن من لعبها وإتقانها، وهي لعبة تهريب الأموال، حتى أصبحت لعبة مشعة لدى الكثيرين. ففي كل مرحلة من المراحل التي مر منها تاريخ المغرب خلال 200 سنة أو ربما أكثر بقليل، كان تهريب الأموال إلى الخارج وخاصة إلى أوروبا هي المهنة الرسمية لعدد من موظفي الدولة والوزراء، على رأسهم الوزير القوي المهدي النبهي الذي بدأ اللعبة بإتقان. الهاجس الذي يحرك هؤلاء جميعا هو رغبتهم في تأمين حياتهم بعد أفول نجمهم وانقطاع السبل بهم. كلهم بدون استثناء كانوا يعلمون أن فترة ما سوف تأتي لا محالة، لن يكون لهم فيها أي صلاحية ولا أي سلطة، وسيكون من الصعب عليهم أن يعيشوا حياة عادية بعدما ألفوا وضعهم، خصوصا وأنهم قاموا بأدوار كثيرة تجر عليهم الأعداء من كل صوب أكثر مما تعود عليهم بالصداقات. وهكذا كان يتوجب عليهم تأمين حياتهم بعد انتهاء صلاحيتهم في السلطة وعملهم مع المخزن. كيف هرب هؤلاء أموالا إلى خارج المغرب وخاصة إلى أوروبا قيد تقلدهم لمناصب كبيرة؟ وكيف استطاعوا عبر أجيال متواصلة أن يمارسوا الفساد المالي داخل دهاليز الدولة قبل الحماية الفرنسية وبعدها، ويفرغوا من صناديق الدولة من المال؟ أقدم إشارات تتحدث عن هؤلاء فإنها وجهت لهم أصابع الاتهام بأنه يخطط لنقل الأموال إلى الخارج، وكان مسؤولا بارزا في الدولة هو الوزير القوي المهدي المنبهي الذي بدأ حياته السياسية قبل وفاة المولى الحسن الأول بفترة قصيرة، واستمر عمله داخل القصر الملكي كمقرب من الملك أولا ووزيرا للدفاع ثم ممارسا لوزير مهام الداخلية بمعنى الصدر الأعظم، حتى دون أن توجد في المغرب وزارة للداخلية. وجهت للمهدي النبهي تهمة ثقيلة عندما كلف رسميا بتمثيل القصر الملكي في مراسيم تربع إدوارد السابع على عرش بريطانيا، واستغل أعداؤه داخل القصر الملكي غيابه في هذه المهمة التي يفترض أنها من اختصاص وزير الخارجية، وروجوا ما مفاده أن المهدي المنبهي هرب معه مبالغ ضخمة مستغلا سفره إلى الخارج بمساعدة بعض أصدقائه الإنجليز ليبدأ حياة جديدة في بريطانيا إذا ما تأزمت الأوضاع في المغرب. وكاد عند عودته أن يدخل السجن، فقد كان بعض المخزنية ينتظرونه في رصيف الميناء، وأخبره القائد ماكلين وهما في السفينة أثناء عودتهما إلى المغرب بعد انتهاء الزيارة الرسمية أن هناك من يطبخ مؤامرة ضده داخل القصر الملكي، ويتهمه بأنه يهرب أمواله إلى إنجلترا بمساعدة أصدقائه البريطانيين الذين كانوا يترددون على بيته في فاس. لكنه لجأ إلى حيلة كما جاء في الرواية التي قدمها الصحفي صاحب المحلات السلطانية، إذ أن المهدي المنبهي عندما وصل إلى الميناء تنكر حتى لا يتعرف عليه المخزنية، واتجه صوب القصر الملكي، وهو الأمر الذي تطلب منه سفر ليلة كاملة دون توقف من ميناء طنجة إلى فاس، ويفاجئ الجميع بمثوله أمام الملك لتوضيح ملابسات التهمة التي طالت. وفي الأخير تم طي الملف لأن أعداؤه لم يكونوا يتوفرون على أي دليل مادي على تهريبه للأموال إلى الخارج وإلى أوروبا. وعند مغادرته القصر الملكي في آخر يوم من حياته السياسية القصيرة نوعا ما، تفرغ المهدي المنبهي ليعيش حياة هادئة وبادخة في مدينة طنجة وفي أوروبا، وبدأ أن التهمة التي وجهت له
لم تكن نابعه من فراغ، لان بعض الذين عاصروه في اخر ايامه تحدثوا على ان المهدي المنبه كان ينعم بحياه بادخه وهادئه في طنجه، ويقوم رفقه زوجته وابنائه بسفريات متعدده الى الخارج للترويح عن نفسه وللاشتغال في التجاره، في وقت كان فيه مستقبل المغرب على المحك، خصوصا مع اقتراب التوقيع على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912. بهذا يكون الوزير القوي المهدي المنبهي أول سياسي وأول وزير توجه له تهمة تهريب الأموال إلى الخارج، وتثبت السنوات بعد ذلك أنه كان فعلا ينقل بعض أمواله خارج المغرب لتأمين حياته ومكانته الاجتماعية وأسرته كذلك، في حالة ما إذا ازدادت الأوضاع سوءا في المغرب ودخل المغرب عهد الاستعمار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.